اسمحوا لي ان انا خلال مباحثاتي مع فخامه الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافه المجالات على افاق ارحب من المستوى اللي موجودين احنا فيه دلوقتي. واسمحوا لي ايضا اقول لكم ان اللجنه المشتركه التاسعه ان شاء الله تنعقد في القاهره قريبا عشان تبذل يعني تضع موضوعات اكثر للتعاون بين البلدين، لان حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ اول زياره الحقيقه ومنذ اول لقاء مع فخامه الرئيس كان واضح وقوي. احنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيره، وسواء كان في الاستثمار او في المشروعات المشتركه اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامه الرئيس ومع اعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي اقول لكم ان الشركات المصريه الحقيقه يعني، وانا هنا بسجل باحترام شديد وبتقدير شديد المعامله الكريمه اللي بتتلقاها الشركات المصريه العامله بالاستثمار في الجزائر او بتقوم بمشروعات في الجزائر. وهنا بقول ان احنا لدينا في مصر اكثر من 5000 شركه تستطيع ان تعمل في كافه المجالات، في اي موضوعات او اي مشروعات خاصه بالبنيه الاساسيه. بنتكلم على طاقه، بنتكلم على محطات كهرباء، بنتكلم على محطات مياه، بنتكلم على انفاق، بنتكلم على طرق وكباري، بنتكلم على مشروعات اسكان. اي مشروعات احنا بقالنا عندنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حجم ضخم من الشركات قادر على ان هو يعني لو يتبادل الخبره مع اشقائنا في الجزائر ويقوم بمشروعات لو كان هذا الامر يعني هو طبعا مرحب بيه، لكن انا بسجله دلوقتي قدامكم اثناء المؤتمر يعني.